من دبي دكتورة نوال عباسي، اختصاصية أمراض نسائية عقم وولادة، معي للحديث أكثر عن هذا الموضوع. أهلا بك معنا اليوم بموضوع الرضاعة الطبيعية وفوائدها، في يعني شو الأسباب التي فعلا تضر في حال عدم وجود رضاعة طبيعية، عدم إرضاع الرضع رضاعة طبيعية من قبل أمهاتهن، غير موضوع يعني بشكل رئيس طبعا ورد في معنا بأنه موضوع المناعة، غير هذا الموضوع لماذا نتحدث عن إنقاذ حوالي 820 حالة سنويا إذا ما كانت هناك رضاعة طبيعية؟ طبعا هذا الموضوع، السلام عليكم. هذا الموضوع مهم أنه نتكلم على فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل. الفوائد بالنسبة للطفل كرضاعة طبيعية، أكو فيه فوائد فورية وفوائد على المدى الطويل. الفوائد الفورية طبعا أول شيء تحسين أداء الجهاز الهضمي بما يحتوي الحليب من مواد هرمونات مثل الكورتيزول والإنسولين وعوامل النمو والعوامل الأخرى أمينية. هذه تمنع في كثير من التهابات الجهاز الهضمي وتحسن أداء عمل الجهاز الهضمي لدى الأطفال. الشيء الثاني، في كثير من العوامل المضادة للأجسام اللي تعزز مناعة الطفل اللي هي الاي جي جي والاي جي ام، وتمنع الإصابة بالأمراض المزمنة على طول على المدى الطويل. بالإضافة إلى الحليب الطبيعي، الحليب الأمهات يعتبر من الغذاء الطبيعي الشامل اللي يحتوي كل العوامل اللي يحتاجها الطفل للنمو مثل البروتينات والكربوهيدرات والمعادن والفيتامينات. أمام على المدى الطويل فهناك كثير من المواد الغذائية بحليب الأم لحماية ضد الأمراض المعدية والأمراض المزمنة مثل السمنة واللوكيميا والأمراض المزمنة الأخرى، أمراض القلب، والتحسين قدرة التطور الدماغي أو القدرات الذهنية للطفل حديث الولادة، لما يحتوي من كثير من المواد الغذائية المهمة للتطورات الذهنية للطفل. طب قبل التطرق الآن لموضوع المنافع على الأم، لأنه هي الرضاعة الطبيعية بالنهاية إلى فوائد على الأم وعلى الطفل، القيام بالرضاعة الطبيعية يعني لفترة أطول من اللازم، هل هي يعني لا تؤثر لا سلبا ولا إيجابا أو تضر؟ لا طبعا، لا إيجابية أكثر مما هو تقصدين، يعني أكثر من إيه مثلا لأول سنتين لازم رضاعة طبيعية، في منهم يمكن بيبقوا أكثر 3 سنين، يعني لا بتضر ولا بتفيد، ولا لا كمان إذا بلغنا بالموضوع تفيد أكثر مما تضر؟ طبعا تفيد أكثر مما تضر، بس هو طبعا الطفل بعد ال6 شهور أو 7 شهور الأولى بعد الولادة ممكن إضافة، وهو الأفضل إضافة مواد غذائية يحتاجها الطفل بالإضافة إلى الحليب. يعني الحليب وحده بعد السنة الأولى مو كافي، حليب الأم مو كافي إنه لنمو الجنين ويعطي كل المواد الغذائية، فطبعا أكو في إضافات أخرى. طب الفوائد على الأم في حال رضاعة طبيعية؟ طبعا في فوائد كثيرة، من ضمنها إنه الرحم يتقلص بسرعة بعد الولادة، تخفيف حتى التوتر طبعا لدى الأم المرضعة، لأنه بمواد برولاكتين والأوكسيتوسين هذا يزيدون من نسبة يخففون من التوتر لدى الأم، طبعا يقلل احتمالية الإصابة بالأمراض النفسية لدى الأمهات الرضع، وفقدان الوزن يكون أكثر تقريبا ب 500 سعرة حرارية تفقد باليوم الأم بالرضاعة، فنسبة فقدان الوزن أكثر ويا الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية تأخر بدء الإباضة والحيض، فلهذا واحد من ممكن تمنع الحمل إذا المضاربة، بس مو مانع أساسي لمنع الحمل بالرضاعة. تقلل نسبة الإصابة بالسرطان المبيض وسرطان الثدي، وتأخر الإصابة بالترقق العظام، وتقليل الإصابة بالأمراض المزمنة من السمنة والأوعية الدموية والأمراض الأخرى السكري، وبالإضافة إلى تعرفين الفوائد الاقتصادية في إنه في كثير من العوائل اللي يعني الرضاعة الطبيعية اللي يعني تخفف لهم من العبء الاقتصادي للحليب الصناعي طبعا. صحيح، وحتى طبيعة الرضاعة الطبيعية دائما يحكي حتى على العلاقة بين الأم وطفلها تكون مختلفة تماما عن طرق أخرى. بالتأكيد بالتأكيد.
أنا أشكرك دكتورة نوال عباسي، اختصاصية أمراض نسائية وعقم وولادة، شكراً.